السلام عليكم، كيفكم دايرين؟ غايه لاباس، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. قبل ما نبدا الفيديو نصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما راكم تشوفوا خياتي، اليوم جيت نخدم معكم هذا الكاطو اللي بلا فرن، يجي بزاف 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 شباب. اللي راهي تشوفي قناتي لاول مره نقولها ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. كما راكم تشوفوا خياتي، هنايا ذوبت الشوكولاتة الابيض ودرت لها عطر شوينغو والكولير على حساب اللي تبغوا نتوما، تبغوا ديروا عطر شوينغو ولا اي عطر واحد اخر. هنايا زدت له الزيت كما راكم تشوفوا، خلطت مليح مليح مليح، وهذا هو المول اللي غادي نخدم به تاع السيليكون. اش غادي ندير هنايا؟ غادي نجيب بينسو بهذا الشكل ونبدا نعمر في الجلوبا تاعي ولا في ليمول تاعي، وناكد على الجوانب، جوانب اللي ندير لهم مليح ديك داك الشوكولات. هنا غادي نخليها تجمد، من بعدها نزيدها دوزيام كوش ثاني. هنا بعد اللي كانت جمدت ثاني نزيدها دوزيام كوش ونخليها ثاني تجمد بهذا الشكل كما قلت لكم، وناكد على الجوانب باش ما تتفتتش معنا من نكونوا نجبدوا فيها ولا نديمولوا فيها. هنا عندي الكاوكاو، كميه تاع الكاوكاو، وعندي شوكولاته تختيني تاع الطلي، وحبات بندق. يبقى الحشو اختياري، تبغوا ديروا هذاك البيمو وترحوه كاع وتخدموا به مع حلوه الترك وتخدموا به. هنايا درت هذاك الكاوكاو تاعي مع الشوكولات، وغادي ندير حبه البندق من الفوق ونزيد ندير داك شويه حشو، شويه الحشو من الفوق، ونيسي باش الجوانب ما توشيهمش، باش كي ندير الشوكولاط يجي سوا سوا، حبه مبلعه نيشان. ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. هنا كما راكم تشوفوا نحاول ان في الجوانب نبعد داك الحشو باش يلصق الشوكولاط اللي غادي نديرها من الفوق. هنايا عاود دوبت الشوكولاط ودرت لها شويه تاع عطر شوينغو، بغيت شويه تدرج في الالوان كما راكم تشوفوا. وهنايا درت فوق الحشو وخبطته مليح وخليته ينشف. هنايا غادي نخدموا هذاك العفسه اللي يديروها من الفوق ولا هذاك الناكري داك السائل، هذه راهي حصريه على قناتي، مشتها في قناه شبندير. درت مغرف تاع بياض البيض، ودرت قطره تاع عطر المظهر، وناكري هذا البرونز يدير 10000. كما راكم عارفين هذاك البرودوي اللي يخدموا به غالي شويه، 74 في هذاك داك الماء، والناكري يدير 90000، غالي بزاف. ايبا انا جبت لكم وصفه سهله وسريعه وموجوده في كل بيت وباقل تكلفه. كما راكم تشوفوا هنا خلطت مليح مليح مليح، شوفوا الكولاره اللي عطاتها لي ما شاء الله. وكي نديرها في الكاطو تاعي تيبس لي، زعما ما تخافوش توعد هكاك ما تنشفش ولا لا، تنشف وتجي ولا اروع. حنايا ديما وليت الحبات تاعي بعد اللي كان جمد الشوكولات كما راكم تشوفوا. هنا اش غادي ندير؟ غادي نجيب كوتون ديسك هذاك تاع المكياج اللي نماكيو بها، بيان سور تكون نقيه، وندير بالناكخ الابيض ولا بالارجون، شوفوا يعطي لمعه ولا اروع، جا شباب بالبزاف. وندير هذيك اللي صنعناها مع بعض هكاك، شرطه هكاك الى التزيين فقط باش يكسرنا داك اللون. وخرج ما شاء الله، شوفوا هنايا راه ناشف معايا، غادي نوريكم بلي راه ناشف كما راكم تشوفوه، ما طاشيش، راه ناجح 100%. كما قلت لكم حصريه على قناتي. كما تعرفوا البيض كاع يبس، هذيك هي قلت نسيها والحمد لله خرجت لي شابة. هنايا نكون وصلنا نهاية الفيديو، ما بقى لي غير نقولكم تبقاو على خير وإلى اللقاء في فيديو آخر. إن شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون نال إعجابكم. هنا راني قسمت معاكم حبة، شوفوا كي طاتها النظرة هذيك البندق. باي.